أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعي قناة ذا فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي بهذا الفيديو راح أتكلم عن عملة شيبا إينو، طبعا راح أتكلم عن عملتين مناسبات جدا للمضاربة في الوقت الحالي. طبعا أصدقائي في مسابقة مهمة على منصة كوكوين. قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، وبتمنى تشترك بالقناة، وبتمنى تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. لا تنسوا تنضموا لقناتنا على التليجرام، حاطط لكم الرابط أسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الانترو، هنحاول نختصر بالفيديو ونطلع الخلاصة في دقائق قليلة. خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا اصدقائي ما نبلش بالاخبار، في رابط اسفل الفيديو لمنصة كوكوين. سجل عن طريق هذا الرابط تداول مبلغ لا يقل عن $10 واحصل على جائزة بقيمة $10. هاي الفعالية خاصة لمشتركين قناة ذا فيوتشر كوين. كل اللي عليك تسجل عن طريق الرابط الموجود اسفل الفيديو. طبعا راح يتم توزيع الجوائز او تحصل على $10 بعد 4 ايام، من 4 ايام الى 7 ايام من الان. فرصة مناسبة جدا للاشخاص اللي راس مالهم ضعيف وبيحبوا يكبروا راس مالهم. تقدر تسجل عن طريق الرابط الموجود اسفل الفيديو، لكن عليك تداول مبلغ لا يقل عن $10 في منصة كيو كوين. ابدأ تسجيل كل فيديو، بتلاقي اسفل كل فيديو بالديسكريبشن رابط تسجيل عام منصة كيو كوين. رح نبلش بأخبار أصدقائي. بالنسبة لأخبار عملة شيبا إينو أصدقائي، عندي منصة طبعا عندها تصريح هاي المنصة من البنك الفلبيني، طبعا اليوم أضافت عملة شيبا إينو. هاي الإضافة ممكن تعطيها دفعة كبيرة جدا لعملة شيبا إينو. طبعا أصدقائي عندي إنشاء دولار رقمي ثابت او عملة مستقرة خاصة بعملة شيبا اينو. طبعا اصدقائي هذا الخبر طلع من اسبوع تقريبا، لكن ما حبينا نتكلم عن الخبر الا لما نتأكد من صحة هذا الخبر. واليوم طلع خبر اصدقائي انه عم يضيفوا اللمسات الاخيرة على الدولار الثابت. طبعا اصدقائي عندي اكبر منصة او اكبر بورصة في الولايات المتحدة الامريكية اللي هي منصة بيت تريكس، اضافت اليوم عملة شيبا اينو. طبعا عندي ارتفاع واضح لعملة شيبا اينو، راح ندخل على الكوين ماركت كاب ونشوف ارتفاع عملة شيبا اينو. طبعا اصدقائي ارتفعت عملة شيبا اينو اليوم بنسبة 4%، صار سعر عملة شيبا اينو 0.4011. طبعا بالنسبة لترتيب العملة في الماركت كاب، خلينا ننزل على الكوين ماركت كاب. طبعا عندي ترتيب العملة صار 14 عالميا. طبعا عند تقريبا طبعا عندي اربع عملات بيفصلوا عملة شيبا اينو عن التوب 10 واللي هي ترون او عملة التي ار اكس، اللي انا متوقع تنزل مرتبتها اكثر من 13 ويصير انهيار بهاي العملة. طبعا عندي بولجا دوت، وعندي عملة الداي والدوج كوين. طبعا اصدقائي انا متوقع عملة شيبا اينو تتفوق على ترون وعلى البولجا دوت بما ان الماركت كاب قريب من بعض. طبعا بتوقع تستقر العملة في المرتبة 12 عالميا. طبعا اصدقائي عندي خبر ثاني اللي هو افلاس منصة سيليسيوس. طبعا اصدقائي هاي المنصة بالامس او اليوم اعلنت افلاسها. طبعا اصدقائي هاي المنصة كانت عم تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة جدا. حابب اتكلم عن نقطة معينة، الاشخاص عم بيسألوني، الاشخاص او المستثمرين اللي مستثمرين بهاي المنصة شو مصيرهم بعد ما افلست الشركة، وشو راح يصير بالمبلغ اللي حيعطينهم في هاي المنصة. طبعا اصدقائي لما بتعمل حساب على هاي المنصة لازم توافق على الشروط والسياسة او بنود الخدمات والسياسة. لما بتوافق على هاي الشروط من ضمن البنود الخاصة بهاي المنصة هو عند افلاس المنصة، المنصة غير ملتزمة باعادة اموال المستثمرين. يعني حاليا بعد افلاس منصة السيليسيوس ما في عندنا اي بند قانوني يفرض عليهم تعويض المستثمرين اللي عم يستثمروا بهاي المنصة. اذا كانت عملية احتيال او في منصات ممكن تعمل او تستخدم هاي الطريقة للاحتيال، لكن بالنسبة لمنصة سيليسيوس فهي عملية افلاس واضحة جدا اصدقائي وشفافة جدا. طبعا اصدقائي عندي عملتين استثماريات رائعة جدا، اولهم عملة طبعا الافي، عندي هاي العملة مناسبة جدا جدا اصدقائي للمضارب. طبعا الاشخاص اللي بيضاربوا فيوتشر بيقدروا يستخدموا هاي العملة في اللونج والشورت. طبعا اصدقائي احنا حاليا في صدد دخول هاي العملة في الشورت. حاليا سعر العملة 93، عندي استهداف لمنطقتين، منطقة 80 ومنطقة 70. هاي مناطق اصدقائي في منتصف النفق واسفل النفق، حاليا عم ترقب هاي العملة. ممكن العملة تنخفض انخفاض كبير، وانا متوقع هاي العملة تكون مثل عملة تيرا لونا. لكن خلينا نكون هلا متواضعين باحلامنا اصدقائي. الاشخاص اللي بيشتغلوا بالفيوتشر بتقدر تاخذ هاي العملة شورت، وعندك الاهداف من 80 الى 70 مع ستوب لوز
عند منطقة $100 اللي هو بعد كسر الترند الصاعد. أما بالنسبة لعملة الوافز، عملة الوافز أصدقائي حاليا بسعر $5.08. طبعا عندي الترند الهابط أصدقائي في منطقة 25 سنت إلى 30 سنت. بعد كسر هاي المنطقة نتوجه للمقاومة الخاصة فينا ما بين $5.70 إلى $6. تقدر كمان ضارب لونج على عملة وافز، طبعا ابتعد بشكل تام عن الشورت بهاي العملة لأن عملة خطيرة جدا في الشورت. نحن حاليا في مناطق تجميع للبومبات، طبعا دائما بهاي المناطق نشوف بومبات على عملة الوافز. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المنتجات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.